أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الرد على من يقول إننا نتخذ الوسائط لأننا مذنبون؟ هذا قول المشركين الأولين، هذا قول المشركين الأولين، يقولون اتخذهم شفعاء لنا عند الله لأننا مذنبون وهم يشفعون لنا عند الله. والله رد عليهم ذلك وعده شركا، يعبدون من دون الله، وقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون شركاء لله، يقولون شفعاء. والشرك هو الشرك، ولو سمي بغير اسمه، ولو سمي تشفعا أو توسلا هو الشرك، لا يجوز. نعم، أحسن الله. العبارات لا تغير الحقائق. نعم.